وللتعليق على كلام شريف منير ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد السيد المحلل السياسي والكاتب الصحفي. أستاذ محمد، كيف تعلق على تصريحات الفنان شريف منير التي حاول أن يتبرأ فيها من تحميلهم مسؤولية هزيمة المنتخب بعد الهجوم الكبير على الفنانين؟ أهلا بكم أستاذ المشاهدين. أولا في نقطتين مهمين قوي في جريدة الوطن الانقلابية، شريف منير قال ان احنا سافرنا على حسابنا والجريده موجوده والصفحه موجوده يعني. ثانيا امس طلع حاول يبرر اللي حصل وقال ان هم يعني جات لهم دعوه بالاقامه مع رحله الطيران مجانا. على حساب مين؟ على حساب الشعب طبعا. النتيجه ان احنا شفناها كلنا ان مجموعه من الرقاصين ومجموعه من الممثلين اللي ليس لهم اي وزن اصلا في الحياه الا انهم مجرد مطبلاتيه للنظام، ذهبوا هناك وخلوا بالنظام المعمود دي في العالم كله، ان اي فريق رايح يلعب تصفيات كاس عالم لابد من تهيئه الاجواء، لابد من الهدوء، لابد من عزلهم عن الوسط الموضوع اللي هو بنسموه احنا الوسط المصري، الممثلين وما ادراك الممثلين وعرسهم في ساعات والمجموعه القذره دي. للاسف الشديد هو بيحاول يتبرأ، لكن هو ما قالش ان هم ما دخلوش الاوتيل، ما قالش ان هم ما دخلوش واقتحموا غرف اللاعبين، كل ده قطاع الترتيب، ما قالش اللي حصل مع محمد صلاح، ما قالش اللي حصل مع اللعيبه. طبعا هو بيحاول بقدر الامكان تجميل وجهه وتجميل وجه المجموعه اللي سافرت، لكن للاسف دي نتيجه متوقعه وكنا كلنا متوقعين. ده اللي حصل في مودرمان واللي حصل في المباراه قبل النهائي في المباراه النهائيه مع الكاميرون عندما دفع العسكر بمجموعه من المرتزقه المؤيدين للنظام عبد الفتاح السيسي وعرسهم الممثلين والفنانين وهؤلاء اللي مدعومين اصلا من النظام العسكري، وكل هذا على حساب الشعب المصري. نعم. الشعب اللي بيدفع من دمه للبترول والدم من غاز ومن الحياه كلها صعبه جدا، لكن هؤلاء 3000 واحد يسافروا على حساب الشعب المصري. النتيجه اللي احنا شفناها كلنا وللاسف الشديد لا احد يعاقب احد، لكن استاذ محمد العسكر ينهب منه. يعني هذا ليس عيب الفنانين، هؤلاء الفنانون ذهبوا إلى مونديال روسيا لدعم المنتخب الوطني والوقوف بجواره في مناسبة لا تتكرر كثيرا في مصر. هذا المنتخب وصل بعد 28 عاما إلى هذا المونديال، ولا مانع لأي أحد أن يذهب لكي يشجع فريقه وربما ينزل في الفندق الذي يقيم فيه الفريق، هذا فندق مفتوح للجميع. ولكن لا احد يقتحم غرف اللعيبه، لا احد يدخل على الاماكن اللي يتم فيها تجمع اللعيبه، ده لا اصلا لا يجوز في اي يعني تجمع خاصه في كاس العالم، لا كل الكلام ده ما بيحصلش اللي عندنا احنا للاسف. يعني حتى يعني الحلفاوي حب يقارن ان هناك ممثلين من دول اخرى ذهبوا لتشجيع فرقهم، ولكن ما يحدث في مصر امر اخر ثاني، امر مخالف للاعراف ومخالف لكل الدورات اللي احنا بنشوفها في كاس العالم. ما فيش مجموعه من الممثلين يقتحموا غرف لعيبه ويتحدثوا معاهم. نعم. طيب. ويضيعوا معاهم وقت طويل في ليله المباراه. طيب، شريف منير يقول انهم كفنانون تلقوا دعوه للذهاب والاقامه هناك وتشجيع المنتخب، كيف تعلق؟ من ارسل لهم الدعوه؟ طبعا نحن نعرف من ارسل لهم الدعوه، لكن الشعب المصري ما يعرفش ان دول ذهبوا على حساب مين. ده في الاول قال ان هو ذهب على من ارسل لهم الدعوه استاذ محمد؟ هل تعرف؟ كان يتمنى ان ياخذ كمان اموال. هو كان يتمنى ان يحصل على مال، لانه بيقول نحن ذهبنا ثم انفقنا من مالنا الخاص. انفق ماله الخاص في ايه؟ اذا كانت عنده اقامه كامله زائد تذاكر الطيران. جاب ايه هو؟ صرف ايه من جيبه؟ كل ده على حساب الشعب، الشعب المصري هو اللي بيدفع. نعم. طيب برايك يحاول يبرر اخطاء خطا اخر. طيب اذا كما تقول ان هذا خطا، برايك هل هذا هو السبب الرئيس في هزيمه المنتخب المصري؟ لا، هناك اسباب كثيره ومن ضمنها هذا السبب. لابد ان احنا نضع الاشياء كلها في نطاقها وفي اماكنها الصحيحه. هناك اخطاء من اللاعبين وهناك اخطاء في التشكيل وهناك اخطاء في الاجواء المحيطه بهذه المباريات المباراه الاخيره. لابد ان نعرف ان هناك كان هناك في تشتيت لذهن اللاعبين، هذا من الاساسيات الموجوده في سبب الهزيمه، ويلي ذلك بعد ذلك هناك الطرح الخطه التي تم اللعب بها وهناك تفريط من اللاعبين. لم نجد فرقه يعني تهزم بثلاث اهداف في 20 دقيقه، يعني هذه كارثه. لكن للاسف الشديد نحن لا نلوم على احد لان الاسباب كلها لم يعني لم نعرف كيف حدث كل هذا، ولكن
كما نعلم الحقيقه كلنا جميعا ان اتحاد الكره المصري للاسف يتم ادارته بمجموعه من المنتمين للعسكر ولا احد يحاسب احد. شكرا. اموال الشعب المصري تنفق كما يشاؤون. الكاتب الصحفي الاستاذ محمد السيد كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.